أخوة، شو عمل بالأخوة؟ اشتغل بثلاث أماكن، يشتكي عليك أمام نفسك، قولك أنت هذه عيوبك، أنت مش مؤمن، يجي يفكرك أنك أنت يطلع لك على قولة المصريين القطط، هذه مش آية لحد يحفظها، القطط الفصطة الفضل، يطلع لك كل الماضي، ولما تيجي تخدم يذكرك، ولما أنت تعمل إشي خلال النهار يجي يخلي الصورة أمامك يقول لك أعمل، لما تعمل يجي يقول لك شو أنت مؤمن كيف تعمل، فيجي يشتكي عليك قدام نفسك، يجي يشتكي على إلهك قدامك. صحيح أنه الرب معك؟ صحيح الرب شايلك؟ صحيح الرب حاميك؟ صحيح الرب واقف معك؟ صحيح الرب خليك أنت اسمع، خليك أنت أعرف الأشياء لكن لا تطيع الأشياء. فاكرين هذه الكلمات مش جديدة، يشتكي علينا أمام أنفسنا، يشتكي على المعزي زي ما كتبنا في رسالة هذا اليوم، يشتكي على الرب أمامك ويشتكي على الآخرين أمامنا ويقودنا حتى نحن نشتكي على بعضنا البعض.